وكالعادة بنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة، وأكد سيادته اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر، وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع مقترحات مشروع تطوير الهويه البصريه للطريق الدائري بدايه من مطلع الطريق الدائري من الاوتوستراد ووصولا الى الطريق السياحي، وذلك في اطار التجهيزات الخاصه بافتتاح المتحف المصري الكبير، باعتبار ان هذا الطريق او الطريق الدائري هو احد الطرق الرئيسيه للوصول الى هذا المتحف العالمي. تفاصيل واخبار ثانيه في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة، وأكد الرئيس اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر، وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات. امبارح توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتفقد مسجد مصر اللي بيعد أحد أكبر المساجد في العالم بسعة 107,000 مصلي، وكمان تفقد مدينة الفنون والثقافة. امبارح غادر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان القاهرة بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، وبعث برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب خلالها عن خالص شكره وتقديره لسيادة الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري بداية من مطلع الدائري من الأوتوستراد وصولاً للطريق السياحي ومستجدات ما توصلت ليه الجامعتان المكلفتان بهذا المشروع، وده في إطار التجهيزات الخاصة لافتتاح المتحف المصري الكبير لكون الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، وقال رئيس الوزراء إن الهدف من الاجتماع هو الاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة ووجود احتياطي آمن بها، وأكد إنه بيتم التنسيق المستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية. بالنسبة لأخبار المحافظات امبارح، فقد تم تنفيذ 2500 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في محافظة أسوان. في محافظة المنيا تم إجراء مسح ميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال وصولاً إلى سن 5 سنوات. كمان امبارح في المحافظات تم افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين في جامعة الإسكندرية، وفي بني سويف تم تنظيم قافلة طبية أجرت الكشف على 1528 حالة وتوفير العلاج ليهم بالمجان. تفاصيل وأخبار تانية من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. أحداث كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من شمال سيناء اللي بدأت التجهيز للاستزراع السمكي في أم شيحان، ونفذ فريق عمل متخصص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية زيارة علمية بحثية لمزرعة أم شيحان السمكية ومنطقة سد الروافعة استعداداً لتوفير كميات الزريعة والأعلاف اللازمة لبدء الاستزراع. في أسيوط تم رصف الطريق الموازي للطريق السريع لتخفيف الزحام وتيسيراً على المواطنين، وتم الرصف بدءاً من كوبري مراد والحد كوبري المجموعة جنوباً استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع. في أسوان تم تنظيم فعاليات الحملة التوعوية لطرق الأبواب بعنوان بلدي أمانة، وده في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ودعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم تنفيذ 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية حوالي أكثر من 12,000 مواطن.
في جنوب سيناء تم افتتاح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد اللي بيعد أول مبنى ذكي وبيئي لكونه صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة. في المنيا نظمت مديرية الصحة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال أقل من 5 سنين بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للإطمئنان على تلقي جميع الأطفال لكافة جرعات الطعوم الروتينية. في جامعة الإسكندرية تم افتتاح مركز النشر العلمي المتميز بالجامعة اللي بيستهدف تأسيس جيل من الباحثين على دراية بقواعد وأسس النشر العلمي وخلق الوعي لدى الباحثين بحقوق الملكية الفكرية والأمانة العلمية فضلاً عن مد الجامعة بالمعلومات والإحصائيات الدقيقة. في بني سويف تم تنفيذ قافلة طبية بقرية طما فيوم مركز أهناسيا وتم الكشف على 1528 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان.